آفاق متعددة في جوانب الاستثمار المتاحة في مدينة واليبو العاصمة الاقتصادية للبلاد والمنطقة الحرة الواعدة. في هذا الإطار تتواصل لليوم الثاني زيارة التعرف الميدانية التي يقوم بها وفد من رجال الأعمال الإسبان للشركات والمصانع في واليبو. انطلقت زيارة اليوم من الاطلاع على ورش العمل الكبرى للشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم، حيث تجول هذا الوفد رفقة مسؤولين من وزارة الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية وسلطة منطقة واليبو الحرة داخل ورش الصيانة للقطار، واطلع على حجم وسعة قلابات الحديد الخام في طريق تصديره من الميناء المعدني للشركة، وتابع شروحا فنية من القائمين على هذه الورش. كما زار الوفد مقر الشركة الموريتانية لصناعة السفن، وتجول داخل المصنع المخصص لصناعة السفن وإعادة تأهيلها، كما وقف على نماذج من إنتاج الشركة التي تعد رائدة في هذا المجال. وفي قاعة الاجتماعات قدم عرض حول تاريخ الشركة والآفاق المفتوحة أمام المستثمرين والمحفزات المشجعة لرجال الأعمال. وكان الوفد أمس مساء قد أدى زيارة لعدد من المصانع المختصة في تعليب وتحويل الأسماك، حيث تجول داخل هذه المصانع، إضافة إلى عقد اجتماع تابع فيه الوفد شروحا حول طرق الاستثمار المفتوحة أمام المستثمرين. محمد لميل، هذه قناة الموريتانية، مدينة واليبو. إلى